طيب يا فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم ذبح الذبائح والاتيان بها إلى أهل الميت؟ وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، وأن الناس يفعلون ذلك على شكل دورية بينهم غدا غداء وعشاء؟ نعم، هذا ليس داخلا في حديث جعفر لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، علل السبب أنه أتاهم ما يشغلهم. أكثر الناس اليوم ولله الحمد لا يشغلهم الحزن، لأن المطاعم موجودة، يرسل أصغر الأولاد يجيب اللي يبي، ما في شغل. الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجتمع إلى آل جعفر، ولا اجتمع أقاربهم إليهم، ولا أصحابهم إليهم، إنما هو طعام يصنع لهم غداء أو عشاء حسب الظرف فقط إذا أتاهم ما يشغلهم. لكن الشيطان يجعل من الأشياء المتشابهة في الشريعة سلما لأهل البدع، كما جعل قوله تعالى ليس كمثله شيء، جعلها سلما للذين ينكرون الصفات، فينكرون الصفات بحجة أنه لو ثبت الصفة لكان الله مماثلا للخلق. فهؤلاء استدلوا بهذا الحديث وليس فيه دليل لهم، بل هو دليل عليهم في الواقع. هل الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع إليهم وجعفر بن أبي طالب بن عمه؟ وهل أحد من أقاربهم اجتمعوا إليهم؟ أبدا، بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة يعذب بها الميت في قبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه. ولقلة تنبيه العوام على هذا صاروا يظنون إن هذا لا بأس به. لكن أي إنسان تقول له إن صاحبك الذي مات أبوك أو أخوك أو أمك أو عمتك تعذب بما فعلت، لا أعتقد أن أحد يجرؤ على أن يفعل هذا الشيء أبدا. ثم أصبحت هذه الأشياء أصبحت وكأنها وليمة عرس، يعني في بعض البلاد تمر بقصر المأتم تجد الأنوار الكثيرة والكراسي والسرادق، وهذا يدخل وهذا يخرج وكأنها وليمة عرس والعياذ بالله. وقد قال بعض العلماء المعاصرين وفقهم الله، قال إن أصل هذا مأخوذ عن النصارى، هم الذين يعملون هذا علشان ينسون الإنسان هذه المصيبة بما ينهي من الدنيا، لا بالتعزية المشروعة. التعزية المشروعة أن يوعظ الإنسان ويقال كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر واحتسب، لا أن تقام هذه المعمعة وهذه السرادقات. ولذلك أنا أرى إن على أهل العلم وعلى طلاب العلم مسؤولية كبيرة حول هذا الموضوع، يجب أن تكرس الجهود للقضاء على هذه البدعة.